كان كيسحب ليه بلي انه وجه الفرج. قال لينا رسول الله يأمرك انك تعتزل المرأة ديالك. قلت افا يأمرني ان اطلقها؟ قال ليه لا. وبقيت على هذا الحال 50 ليلة. ويا على فتنة حلت بكعب بن مالك وصاحبيه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ليلة قدر مباركة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والله يتقبل رمضان للجميع. خير ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. في السنة 9 من بعد الهجرة ما بقات إلا دولة الروم أقرب الدول لرسول الله، واللي ما عجبتها شنو وقع في مؤتة حيت كرامتها جرحات. غادي توجد واحد الجيش اللي كان عظيم باش تغزو المدينة. غادي تجمع الروم عشرات الآلاف، تجمعوا نصارى العرب معهم باش أنهم يغزو مدينة رسول الله. سيدنا محمد سمع بهذا الأمر وصنفروا الناس، ومشي من عادته أنه يقول لهم فين غادي في المعارك، إلا في هذه المعركة بالخصوص غادي تسمى بمعركة تبوك. في هذه السنة غادي تجمعوا الناس من خارج المدينة، كل شي بغي يقاتل مع رسول الله، جو الآلاف كلهم بغاو يجاهدوا مع رسول الله، بغاو الجنة عن طريق الجهاد في سبيل مولانا. غادي يجمع الناس وما عارف شنو يدير لهم، المؤونة والسلاح ما كافيينش لهذا الالوف باش تقاتل مع سيدنا رسول الله. فوق من هذا الشيء كان صاد حتى ان رسول الله رجع بعض الناس لانه ما تيملكش شي حاجه علاش يحطهم، وبداو كيبكيو حيتاش ما خرجوش مع رسول الله ما ولا مع الحبيب ديالهم للجهاد نتاع غزوه تبوك. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. رسول الله غادي ينوض ما بينهم وغادي يسول شكون ينفق، شكون يتبرع باش نجهزوا هذا الجيش. كان العثمان بن عفان واحد القافلة اللي فيها 200 بعير محملة كانت ديها الشام، غير سمع رسول الله غادي يرجعها وغادي يتبرع بها كلها في سبيل مولانا. ومن بعد جاب 200 بعير واحدة أخرى اللي غادي يتبرع بها اللي كانت محملة، وجا بألف دينار وحطها بين رسول الله وقال لي الحبيب ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله الله على إحساس. جاء عبد الرحمن بن عوف بفلوس اللي كانت كثيرة، وطلحة بأموال، وأبو بكر بالمال دياله اللي كان كله في سبيل مولانا. قال لي يا أبا بكر ما تركت لي أهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. غيجي عمر بنص ماله وتسابقوا الصحابة، وحتى اللي ما لقى عنده حتى حاجة باش يجيبها جاب تمر وجاب غير الدراهم. وهنا المنافقون بداو كيتكلموا تيقولوا للأغنياء أنتم راؤون، وقالوا للفقراء ماذا يغني هذا المال في هذه المعركة، الله غني عليها. والمنافقون بدورهم بداو كيلقاو الأعذار. كاين اللي قال منهم ما بغيتش نخرج، باش كيسولهم رسول الله علاش كيقولوا لهم كنخافوا لا نتفتنوا. باش غادي تفتن؟ غادي نتفتنوا بنات بني الاصفر، زعما البنات نتاع الروم. غادي يجاوب مولانا الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. رسول الله كيرتب الجيش ديالو وغادي يبلغ 30,000 لاول مره. المنافقون غادي ينسحبوا، واهل الاعذار كانوا معذورون اللي كانوا من اهل الايمان، واللي ما كانوا منهم الا 3، وكاع دوك اللي بقاو لقاو الاعذار كانوا منافقين واللي كانوا فرحانين حيت ما خرجوش للجهاد. المهم غادي ينطلقوا جيش المسلمين الى تبوك اللي كانوا 30,000. غادي يخلف سيدنا رسول الله علي على الاهل ديالو وحزن حيت كان بطل وكان كيحب انه يجاهد في سبيل مولانا. جل رسول الله كيستأذن منه انه يمشي معهم، وذكروا رسول الله بقصه هارون مع موسى. قال ليه اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي. حيت موسى لما مشى يتكلم رباه خلف هارون على القوم ديالو. المهم غادي ينطلق الجيش لتبوك، والعدد كان كبير، و18 نفر كانوا كيتناوبوا على البعير الواحد. جاهم الجوع وهلكهم العطش، حتى من وراق نتاع الشجر كلاوها. وغادي يتسمى هذا الجيش بجيش العسره لداكشي اللي صابهم من العسره فيه. وصل الجيش في طريقه لديار صالح، الديار اللي نزل عليهم مولانا فيها السخط والعذاب ولعنه من اللعائن. غادي يدخلوا الصحابه ليها ولقاو فيها الماء وبداو كيشربوا، ونهاهم رسول الله قال لهم حتى العجين اللي عجنتوه من هاد الماء اعطوه للإبل والدواب وما تاكلوش منه. علاش؟ حيتاش ديار ملعونه. قال عليه الصلاه والسلام ما تدخلوش مساكن الذين ظلموا الا ان تكونوا باكين حتى لا تصيبكم اللعنه اللي نزلت في الامم اللي نزلت من قبلكم. غادي يدوزوا الصحابه على هاد الديار والجبال والمنحوته، وتذكروا عذاب الله اللي نزل على قوم صالح
وغادي ينطلق الجيش مره اخرى. غادي يخبر رسول الله الصحابه قبل ما يوصلوا لتبوك باللي فيها ماء وعين ما تقيسوهاش، ولكن زوج من 30,000 سبقوا الجيش الاسلامي ووصلوا لذاك البئر وشربوا منها. وقال فيهم سيد النبي ما قال ولامه على هذا الامر. لما وصلوا الصحابه لهذا البئر ولهذا الماء، وكانت الماء ضعيفه ما كافياش جيش اللي كيتكون من 30,000 بالدواب ديالهم والابل والحيوانات، فرسول الله غادي يحط يديه الشريفه في هذا الماء ودعا مولانا وهو يبارك ليه في هذا الماء، وسقى الجيش ديالو كله بالناس والبهائم والحيوانات اي حاجه تخيلوها. من بعد غادي يعسكر رسول الله في تبوك وبدا كيخطب وسط الناس خطبه اللي كانت بليغه وتاثروا بها، هز فيها المعنويات ديال الجيش ديالو. الرومان لما سمعت بالجيش ديال المسلمين غادي يدب الرعب في قلوبهم، وهي الرومان غادي تنسحب وهم يتهزموا. رسول الله عسكر تما الايام كيعلن المسلمين وكيذكرهم باحكام دينهم، وجات القرى والقبائل اللي كانت محيطه في ديك البلاصه بالرؤساء ديالها كيعلنوا رضوخهم من رسول الله، زعما خضعوا ليه. وعرفت الرومان انه دوله الاسلام قادمه لا محاله. رجع رسول الله وصحابه من تابوك منتصرين، وفي طريقه هو راجع للمدينه غادي يستغلوا المنافقون الفرصه وبغاو ينالوا من رسول الله. فهاد اللحظه غادي تتفق مجموعه من المنافقين انهم يمشوا عند الحبيب ويأذيوه. غادي يسق الخبر حذيفه وضرب هاد المنافقين بمحجن الخيول، زعما داك اللجام ديالهم، وقذف مولانا في قلوبهم الرعب وهربوا ومشى عند رسول الله وقال لي شنو وقع. عيط لهم وسولهم، حلفوا بمولانا بلي انهم ما قالوش هاد الكلام، وفتحهم مولانا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. أيضا في طريق العودة ديالو للمدينة غيجوه المنافقين وقالوا يا رسول الله بنينا مسجدا وبنوا مسجد باش يشقوا الصف نتاع المؤمنين ويفرقوا ما بيناتهم. فالمؤمنون اللي غادي يبنيو اول مسجد اللي هو قباء بنوا في المقابل ديالو مسجد واحد اخر اللي سميتو ضرار. مشوا المنافقين عند رسول الله وقالوا ليه اجي صلي فيه، ففضحهم مولانا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا. غادي امر رسول الله صحابه باش انهم يهدموه حيت ما تاسسش على التقوى. رجع رسول الله للمدينه واستقبلوه الناس كبار وصغار تكبروا فرحانين. لما دخل الحبيب للمدينه غيمشي للمسجد باش يصلي ركعتين كالعاده ديالو، وبدا كيتسنى اهل الاعذار يسمع شنو هما هاد الاعذار من عندهم اللي خلاتهم ما يخرجوش معاه في هاد المعركه. جاو المنافقون اللي كانوا اكثر من 80 رجل كلهم تخلفوا بلا عذر، يعني ما مشاوش معاه كيف قلت لكم، دخلوا المسجد تيكذبوا على رسول الله، كل واحد فيهم تيخترع شي كذبه ولا عذر وكيطلب من رسول الله الاستغفار، وهو فعلا كان كيستغفر لهم ودير لهم خاطرهم علما انه عارفهم تيكذبوا. لما عفى عليهم رسول الله مولانا غادي يعاتبوا، عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذه هي كانت غزوة تبوك وهذا الشيء اللي وقع فيها. اما من الناس اللي تخلفوا على هذه الغزوه كيف قلت لكم في الاول كانوا 3 فقط اللي ما كانوش من اهل النفاق، كعب بن مالك وبلال بن اميه ومراره بن الربيع. تيقول كعب على القصه ديالو في بدايه الغزوه لما رسول الله دعا الناس باش انهم يتجهزوا لهذه الغزوه ما كانش شي حد فيهم ايسر مني، يعني كنت انا من الاوائل اللي كان خصني نمشي لانه ما كان عندي حتى حاجه انني نديرها. كنت ميسور وقد ابتعت ناقتين وكنت شهدت كل المشاهد الا بدر مع رسول الله. فاش الناس بداو كيتجهزوا كنت نقول مع نفسي اقضي حاجتي وجهازي غدا، زعما غدا نوجد راسي فانني اقدر على هذا. كل ما جا لغد ليه كنمشي باش كنتجهز كنرجع وما كنقضي والو، وتنقول انا قادر على هذا الامر، نقدر نوجد هذا الجهاز ديالي وقت ما بغيتو في دغيا. حتى تجهزوا كاع الناس، ولما مشى رسول الله مع اصحابو الجهاد شفت فيهم قلت غادي نخلط عليهم بعد يوم ولا يومين. بدا كيتماطل، لما جا يوم يومين الشيطان بدا كيزيد ليا حتى صعب عليا انني ندركهم، وزاد ليا همي وحزني انني كنشوف في المدينه وما كيبان ليا الا المنافقين الا انا. تيقول جلست في همي وغمي، وغادي يذكرني رسول الله في تبوك وقال صحابه ما فعل كعب بن مالك؟ نض واحد الرجل من القوم ويقول يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه. قال له معاذ بن جبل كذبت بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. غادي يسكت رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحبيب تيسول على كعب، وكعب راه في المدينه جالس بدون عذر. لما ان رسول الله باش انه يرجع من تبوك للمدينه تيقول كعب تفكرت الكذب والعذر وخبروني اهلي ببعض الاعذار انني عطوها ليه. المهم لما الناس دخلوا للمسجد رسول الله كيلقاو ليه الاعذار دوك المنافقون غندخل للمسجد، شاف فيه رسول الله وتبسم تبسم المغضب، زعما هو مبتسم
ولكن غضبان عيط لي وقال لي أجي يا كعب. تقول جيت وجلست بين يديه وقال لي يا كعب من الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ كعب كان غير ورسول الله كان باغيه معاه في ديك المعركة، شو خلاك تخلف على هاد المعركة يا كعب؟ قال ليه يا رسول الله والله إن كان غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أستطيع أن أكذب عليه ونخرج برضا، ولكن يوشك أن يسخطك الله علي وقد أتيت جدلا، لكن علمت أنه لن ينجيني إلا الصدق، والله ما كنت أيسر ولا أكثر مني قدرة على الذهاب في هاد الغزوة، ولكن لا عذر لي يا رسول الله. فإذا برسول الله غادي يقول صحابه أما هذا على كعب بن مالك فقد صدق الله، قم يا كعب حتى يقضي الله فيك. كعب غادي يخرج ويجي عند القوم ويقولوا ليه ماذا صنعت يا كعب؟ لو أنك قلت أي عذر لاستغفر لك رسول الله. تيقول كعب فلا زالوا بي حتى هممت أن أرجع وأكذب على رسول الله، وسألت القوم هل فعل مثل فعل أحد من الناس؟ زعما واش كاين اللي بحالي؟ غادي يذكروا ليه رجلين صالحين، بلال بن أمية ومرارة بن الربيع. تيقول سكت وقلت أصبر حتى يقضي الله في أمر رسول الله باش أنه حتى شي حد ما يتكلم معاه لمدة 3 أيام. أما صاحبي بلال ومرارة كانوا كبار في السن جلسوا في بيوتهم، اما انا كنت اشد القوم واجلدهم، زعما كنت باقي شد في راسي، كنت كنخالط الناس في الاسواق وكنصلي معاهم في المساجد وحتى شي حد ما كيرد عليا السلام وحتى شي حد ما تيكلمني. عامه الناس غادي يحزنوا على هاد الثلاثه حيتاش عارفين باللي انهم من اهل الايمان والصدق، ومع هذا تمنعوا باش انهم يتكلموا معاهم وحتى السلام ما يردوهاش عليهم. تيقول كنت كنصلي في المسجد وكنتعمد نصلي عند رسول الله وكنسلم وما كنتش كنسمع انه كيرد عليا، وكنشوف شفتيه وتنشوف واش يرد عليا، وهذا كان من حبه لرسول الله. اذا صليت يقول كنت كنعرف بلي انه كيشوف فيا، غير تنسى لي انا صلاتي وكنشوف فيه كيتلفت عليا. خرجت من همي وغمي ومشيت لواحد الحائط نتاع ابي قتاده ابن عمي ومن احب الناس ليا، غادي ندخل عليه وسلمت عليه، ما جاوبنيش وشديته وقلت ليه انشدك الله يا ابا قتاده الم تعلم اني احب الله ورسوله؟ ما كيجاوبنيش ثلاثه ديال المرات وانا تنسول نفس السؤال. عاد وقال لي الله ورسوله اعلم وفاضت عيناي. بديت كنبكي وخرجت من عنده للسوق حتى حد ما كيجاوبني، ويجي رساله من نبطي من الشام تيسول عليا تيقول لي يا ابن كعب بن مالك غادي نقرا الرساله، فاذا بزعيم من الشام برئيس قوم تيقول قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك على رسول الله، زعما قد جفاك الامر او الخبر غادي يوصل حتى للشام. في تتمه الرساله قال ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواسيك. غادي يستغلوا هاد الظرفيه باش يقربوا منهم مالك. تيقول غادي يلوح هاد الرساله في التنور وقلت هذا من البلاء، قضيت 40 ليله ما تيكلمني حتى شي حد، شوي غادي يطرق عليا الباب واحد الرجل، حليت فاذا هو بالرسول من رسول الله. قلت ليه ما الخبر؟ كان كيسحب ليه بلي انه جا الفرج. قال لي انا رسول الله يامرك انك تعتزل المراه ديالك. قلت افيامرني ان اطلقها؟ قال لي لا، قال غادي نصيفط مرتي لبيت اهلها. وبقيت على هذا الحال 50 ليله، ويا على فتنه حلت بكعب بن مالك وصاحبيه. تيقول كعب فاش دازت هاد 50 ليله صليت الصبح في الفجر وجلست في السطح ألجأ لله وكنستغفر وكنطلب انه يتوب عليا. فجأة غادي نسمع صوت خارج من المسجد تيقول يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك، ويا على حلاوة هذا الكلام باسمي، 50 ليلة ما سمعت شي حد تيدوي معايا أولا كيناديني. عرفت باللي أنها بشارة وخررت ساجدا من شدة الفرح، وشفت من بعيد فإذا بواحد مسرع جاي لعندي باش يبشرني، اما الاخر غادي يرتفع على مكان وكيغوت من بعيد ابشر يا كعب بن مالك بتوبه الله عليك. فاش جا داك اللي بشرني حيد التوب ديالي وعطيت ليه من البشاره، وما كانش عندي باش نمشي لعند رسول الله، واستعرت ثوبين ومشيت مسرعا للمسجد الحبيب. والصحابه كيستقبلني لكل واحد فيهم تيقول لي هانئا بتوبه الله عليك يا كعب. لقيت رسول الله جالس والصحابه من حوله، وناض طلحه بن عبيد الله كيصافحني وكيهنئني. لما جلست عند رسول الله شفت فيه مبتسما ووجهه كانه فلقة قمر كيشوف فيا، فقال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت لي يا رسول الله أهو من عندك من عند الله؟ بل من عند الله يا كعب. قلت له إن من توبة الله علي أن أخلع من مالي كله، أي حاجة ملكها صدق لوجه الله. قال لي أمسك عليك بعض مالك. شديت السهم ديالي بخيبر وتصدقت بكل مالي في سبيل الله عز وجل، وعرفت بلي أنه مولانا نجاني بصدقي، وعادت أن أصدق ما حييت أبدا، وأنزل الله من بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فرحت المدينة كلها بتوبة الله على هاد الثلاثة، وحيتاش كانوا صادقين مع مولانا تابع لهم،
وهكذا سالت قصة هاد الثلاثة اللي توثقات في القرآن. فهاد السنة وقعوا أحداث أخرى، غادي يبلغ رسول الله موت النجاشي عظيم الحبشة، الرجل العادل حزن عليه رسول الله حزنا أليما وصلى عليه صلاة الغائب وهكذا تشرعات. وفي نفس السنة غادي يموت راس النفاق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، استغفر لي رسول الله ولكن أنزل الله ولو تستغفر ليهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وقال النبي سأستغفر لهم أكثر من 80 مرة. على عبد الله بن أبي لأذى رسول الله الحبيب غادي أمر باش أنهم يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه. قال عمر غادي تصلي على رأس النفاق يا رسول الله، هذا اللي دار فيك هادي وهادي وهادي وهادي؟ قال لي نعم الرحمة المهدات، كنعودها وكنأكد عليها. لما صلى عليه أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. غادي يأيد القرآن كلام عمر. في نفس السنة غادي تترجم الغامدية، وشنو هي بعدا؟ هي أول من زنت جات لعند رسول الله وقالت له زنيت طهرني رسول الله، مرضاش وقال لها حتى تليدي ولدت وجابت له، وكان رسول الله بغى باش أنها تراجع في كلامها رحمة بها لأن العقاب ديالها غادي يكون شديد. قالت له يا رسول الله هاد الولد من الزنا فطهرني. قال لها لا سيري حتى تفطميه. من بعد عامين جابته مفطوم وفي يدي واحد الطرف ديال الخبز ياكلو. قالت له فطمته يا رسول الله، وغادي يجاوبها من بعد الإصرار ديالها، غادي ياخذ ولدها منها وغادي يعطيه لواحد من الصحابة. ورجمت في هذيك السنة وبشر رسول الله والصحابة بلي أنه مولانا قبل التوبة ديالها، وهذا هو رسول الله أرحم الخلق بالخلق. وهذه هي كانت حكايتنا الليلة، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم كيف العادة. وذكروني شكون هي الغامدية، هذا هو سؤال الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.